السلام عليكم، معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم هذا الدرس هذا اللي هو هنا كما كتشوفوا هنايا. انا غادي نخدم لكم اليوم العقيق. هذا العقيق هذا اللي تيكون هو صغير بزاف، هذا هو صغير، اصغر واحد كيكون متواجد هو هذا الصغير. وهذا هنا راه متواجد في اللوان، يعني كاع الالوان كلها موجوده. وحتى بالنسبه للاثمنه راه رخيص بزاف. هذا هو كما كتشوفوه هنايا بهذا، وكنحتاجوا لهذا الفاشن او للفاشيون كنا كما كتشوفوا هذا، لانه هنا الكل كيفاش كينطق على حساب الانسان، كيفاش تعلموا على حساب المنطقه ثاني الكل كيفاش كي يعني ينطقوا. هذا هو كما كتشوفوها. بالنسبه لي انا هنا شنو درت، جيت رسمت غير هذا الموتيف هذا، ها هو هنا كما كتشوفوا. نعاودوا هنايا هنا كنحاول نديرو شويه غليظ، يعني ما نديروش رقيق. وحتى الا بانت ليا مثلا البلاصه رقيقه نحاول نرجع ليه. انا هنا ما غاديش نخليه حتى ينشف بمره، غادي ناخذ العقيق بحال ما هكا وغادي نلوحو فوق منه هذا الشكل هكا. هنا هذا هنا بالنسبه للناس اللي شويه كاين يعني هكا شويه، حتى هذا الشيء الصغير هذا كيجي شويه صغير صغير شويه في التنبات، لانه بحكم انه رقيق بزاف. وحتى بالنسبه للبره ديالته كتكون رقيقه بزاف، فاللي بغى يديرو بهذه الطريقه هكا راه حتى هذه راه فكره زوينه. غير هي بالنسبه لحاجه وحده، انا الا درناه ما نحاولوش نصبنوه دغيا وما نحاولوش نزربو عليه، يعني نخليه واحد المده حتى ينشف مزيان، حتى ينشف. هنا غنخليه بحال ما هكذا واحد شويه، ومن بعد انا غندير لكم هذا اللون الاخر. هذا انا كما كتشوفوا هو هذا الاخر، يعني ندردر عليه نيت العقيق مزيان باش نخليه يحاول ياخذ داكشي اللي غيلصق فيه. وهذا هنا راه ما تخافوش منه، هذا كيجي بحال الطريقه ديال الكافير. هذه بالنسبه للناس اللي متواجدين في المدن اللي ما عندهمش الكافير واجد، يعني راه ممكن يخدموا بهذه الطريقه. هذه حتى هي راه تجي مزيانه. هنا راه كاينه واحد المرمى ديال العود راه ممكن كنخدمو بها، ولكن حتى اللي ما عندوش المرمى راه ممكن نديرو الثوب غير بهذه الطريقه هكا، تنحطوه غير على الطبله وتنخدموه. هنا غنخليه واحد شويه راه ما يحاول يشرب ليا داك العقيق مثلا يلصق، ومن بعد انا هنا ما غاديش نخليه بزاف لان باش نوريكم كيفاش الطريقه. كندير ليه بحال ما هذا الشكل هكا، هنايا كنحاول نسوس غير شويه، نسوسو بهذه الطريقه، كنبقى غير نسوس 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 شويه، ومن بعد ها انتم شتي الشكل كيفاش كيجي. ها هو الشكل ديالو كيفاش كيجي هنايا، ها هو. هذا هو هنا في قندوره هنا كما شفتوا، ها هو. انا هنا درت عليه هاد العقيقات هادو هنا كما كتشوفوا، هادو هاد الحجرات الكبار شويه باش يجي شويه هكا عاطي.
بعد رشيتها بالعقيق الاخر السقسو اللي هو كيلصق بالكاوي داك الرقيق، يعني رشيتها كلها هانتوما كما كتشوفوا هاي الشكل ديالها كيفاش جات. انا بالنسبه ليا هذه راني خدمتها يعني واحد المده تقريبا، راه هذه عندي شي 4 سنين هذه باش خدمتها. يعني والانسان ملي كنصوبو كنخليوها واحد يعني قد ما خلينا نخليه تي نشوف على خاطر تقريبا حتى واحد شهر شهرين عاد يمكننا هكا مثلا نخدموها اولا مثلا نلبسوها اولا. المهم كلها هذيك ساعه الانسان راه غادي يعرف شنو غيدير فيها. كنتمنى هاد الدرس هذا يعجبكم، فما تنساوش تبعثوا لي التعليقات ديالكم وضغطوا على الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والسلام عليكم.